السلام عليكم ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب بخير معنا النهارده استعراض جهاز الريد مي نوت 12 برو بلس الجهاز اللي تم الاعلان عنه مؤخرا في اسواقنا العربيه وهيتوفر نهايه الشهر الحالي بشكل رسمي خلينا نستعرض اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البدايه قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا واشترك في القناه ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده من غير اي تاخير خلينا نبدا ونشوف مواصفات الريد مي نوت 12 برو بلس نبدا مع بعض باستعراض محتويات صندوق الجهاز طبعا عندنا نفس المحتويات اللي موجوده في نسخه البرو الكفر الشفاف ودبوس الشريحه بالاضافه طبعا الى الجهاز وعندنا كمان الشحن ال120 واط وكابل الشحن نيجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئيسيه للجهاز جهاز بيجي بوزن 208 جرام وبسمك 8.9 مللي جهاز بيجي بظهر من الزجاج وفريم من البلاستيك ومن الامام الشاشه الاوليد اللي بمقاس 6.67 من 100 بوصه وبتردد 120 هرتز فول اتش دي بلس وابعاد 20 ل 9 وبكثافه بكسلات 395 بكسل في كل بوصه وبتستحوذ على نسبه 88% من واجهه الجهاز الاماميه وبتدعم تقنيه الاتش دي ار 10 بلس وبتدعم تقنيه الدلبي فيجن وبسطوع بيوصل ل 900 نتس وعلى طبقه حمايه كورن غوريلا جلاس 5 شاشه ممتازه زوايا الرؤيه والتشبع والالوان ممتازين مش هتلاحظ معاه اي مشاكل جهاز بيجيب اندرويد 12 مع واجهه ميو اي 14 ومعالج من ميديا تك ديمينستي 1080 معالج بدقه تصنيع 6 نانو وبتردد بوصل ل 2.6 جيجا هرتز ومعالج رسومات مالي جي 68 mc4 معالج ممتاز في الفئه السعريه اللي الجهاز موجود فيها هيقدم معاك بشكل مناسب في التنقل والتصفح بين التطبيقات حتى في الالعاب التقيله مش هتواجه معاه مشاكل جهاز بيجيب نسختين من الرام والتخزين نسخة 8 معاملتين 56 ونسخة 12 مع 56 الرمات دي ده ارفور وذكرة التخزين UFS 2.2 الجهاز هنا بيجيب كاميرا خلفية بتلات عدسات العدسة الاساسية 200 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.7 وبتدعم ال OIS الكاميرا التانية 8 ميجا بيكسل Ultra Wide بزاوية 120 درجة وكاميرا 2 ميجا بيكسل خاصة بتصوير الماكرو وفتحة عدسة 2.2 كاميرا بتدعم مدى ال والبانوراما بتصور فيديوهات 4K ب 30 اطار و 1080 لحد 120 اطار وكاميرا السيلف 16 ميجا بكسل وفتحت عدسه 2.5 بتصور فيديوهات 1080 ب 60 اطار الجهاز بيجي بسماعتين ستيريو ودعم من تقنية دولبي اتموس وعندنا دعم لمنفذ 3.5 ونص ملي الخاص بسماعات الأذن والجهاز بيدعم شريحتين 5G ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي والجهاز بيدعم مقاومة الماء والغبار اي بي واي فاي 6 وبلوتوث 5.2 وجي بي اس مزدوج ودعم خاصية الان ان اف سي ودعم الانفرا برضه للتحكم في الاجهزة المنزلية وعندنا بصمة الجهاز موجودة على زرار الباور بصمة سريعة ممتازة مع دعم الميزة التعرف على الواكب باستخدام الكاميرا الامامية الجهاز هنا بيجي ببطارية 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع 120 واط الشركة بتقول انها بتشحن من صفر لمية في المية في حوالي 19 دقيقة سعر الجهاز نسخة 8 مع 256 في السوق المصري 16 ألف جنيه وفي السعودية 2000 ريال وفي الإمارات 1500 درهم إماراتي كان استعراض سريع لجهاز ريدمي نوت 12 برو بلس أتمنى في النهاية رب يكون الفيديو عجبكم لو عندك أي سؤال سيبه في قناة التعليقات في النهاية ما تنساش تدعمنا اشتراك في القناة ولايك للفيديو أشوفك على خير الفيديو الجاي سلام